السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديوين اللي فاتوا بعد ما شرحنا لوحات التوزيع الكهربية الداخلية في أحد المباني، اللوحة الرئيسية اللي هي الديستريبيوشن بورد داش بي 1، ولوحة الطوارئ اللي هي الاي دي بي داش بي 1، ولوحة اليو بي اس أو اللوحة اللي هي بتتوصل باليو بي اس علشان الأحمال المهمة للغاية اللي اسمها يو دي بي داش بي 1. دلوقتي نقدر ندخل على المخططات بعد ما فهمنا اللوحات كويس. نبدأ ندخل على المخططات بتاع الإنارة علشان نفهمها بشكل كويس جدا. تابع معايا. ده المسقط الأفقي للمبنى اللي احنا شغالين عليه، واللي التلات لوحات اللي احنا شرحناهم بيخدموا المبنى ده أو الدور ده، ودي طبعا الكشافات او اللايتنج سيستم اللي موجود عندنا، كشاف اللي هو 60 في 60. طبعا احنا هنزوم دلوقتي وهنفهم كل التفاصيل. المبنى معماريا زي ما انتم شايفين كده متقسم طبعا لغرف بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا كهربيا لما اجي اقرا الدور ده او المبنى ده كده، لازم اول حاجة اشوف مكان اللوحات اللي انا شرحتها في الفيديوهين اللي فاتوا. اللوحات ديت مكانها فين داخل المبنى، يبقى ديت اول حاجة لازم ابص عليها. طيب لو جيت اعمل زوم على الطرقة دي، الطرقة اللي انتوا شايفينها دي كده، ده طبعا السلم اللي بننزل من عليه، وبعد كده بندخل من الباب ده ندخل في الطرقة ديت والطرقة دي. تمام، الطرقة دي لو جينا نبص عليها كده ونبص على الجدار بتاعها، هعمل زوم زي ما انتوا شايفين كده، هلاقي ان الثلاث لوحات بتوعي موجودين هنا يا جماعة على الجدار في الطرقة اللي انتوا شايفينها دي، الدي بي داش بي 1 واليو دي بي داش بي 1 والاي دي بي داش بي اي بي 1. الثلاث لوحات موجودين هما. تبقى اول حاجة لازم ابص على موقع اللوحات بتاعتي، مكانها هيبقى فين. تمام، ديت النقطة الاولانية. طيب بعد ما عرفنا اماكن اللوحات، هبص على اللوحة الرئيسية اللي هي دي بي داش بي 1 عليها كام دايرة انارة، وزي ما شرحنا في الفيديو اللي فات وهوريكم دلوقتي اللوحة هيت، وهعمل زوم. لاحظ معايا هنلاقي فيه اربع دواير للانارة، اربع دواير اكس 4 اهوت، اربع دواير من 1 لـ 4، من 1 لـ 4 انارة. تمام كده، دول موجودين على اللوحة مين؟ على اللوحة بتاع الدي بي داش بي 1، ومفيش اي انارة تاني. بعد كده في سوكيتات، وبعد كده في الهيترات والباور سوكيت. هنبص بالمرة على لوحة الاي دي بي بالمرة عليها كام دايرة انارة، عشان ما نجيش نبص على اللوحة تاني. هنلاقي فيه 9 دواير على لوحة الطوارئ، 9 دواير ب9 قواطع 16 امبير مغزية الـ9 دواير اللايتنج، وبعد كده مفيش لايتنج غير الدواير دي. تمام كده، هروح بقى للرسم بتاع المخطط بتاع الانارة علشان نشوف الدوائر اللي واصلة بيه اللوحة الرئيسية عندي، 4 دوائر مكانهم فين. طيب بص معايا في الغرفة دي كده، الطرقة هي اللي فيها اللوحات، الباب ده كده لو دخلنا جوه يا جماعة هتلاقي في مفتاح اهوت واصل بالكشاف ده والكشاف ده، واللينيا مكملة اهيت على الكشاف ده والكشاف ده برضو في المفتاح اللي في الأوضة اللي جنبها. طيب رقم اللينيا ديت بقى راح على اللوحة اهيت سيركت رقم 1 2 دي بي داش بي 1، يبقى ديت اول دايرة في دوائر الانارة اللي هتروح لمين؟ للوحة دي. تمام كده؟ ماشي، يبقى ديت اول دايرة، احنا قلنا من 1 لـ 4 على اللوحة دي، وعلى اللوحة اللي هي بتاعة الطوارئ من 1 لـ 9. يبقى اول حاجة هنمسكها اللي هي اللوحة الرئيسية، دايرة الانارة الاولانية اهي. نيجي نشوف دايرة الانارة التانية، تعالى بص كده، هنمشي في الطرقة نعدي الباب ده وبعدين هندخل في الغرفة ديت. لاحظ معايا سيركت 2 دي بي داش بي 1، الدايرة التانية يا جماعة اهي، كشاف الاولاني اهوت واخد من المفتاح، اول ما هتفتح الباب ده هتلاقي المفتاح هنا، وبعد كده هتروح للكشاف ده ثم الكشاف ده، وهنكمل اللينيا بتاعتنا اهوت، اهو مكمل اهو، ده كله على مين؟ على نفس اللينيا اللي هي الدايرة رقم كام؟ رقم 2 اللي راحة للوحة دي. تمام؟ وطبعا المجموعة اللي هنا لها مفتاحها في الغرفة دي، اللي هم التلات كشافات دول، والكشافين اللي في غرفة برضو لوحدهم لهم المفتاح بتاعهم، يبقى كده الدايرة رقم 2. تعالى ما نشوف الدايرة رقم 3 فين؟ اهيت لو نزلنا كده أو طلعنا فوق
هتلاقي الدايره رقم 3 اهي، سيركت 3 2 دي بي داش بي 1، ثلاث كشافات برضو. المفتاح اهوت، اول ما تدخل الاوضه ديت على اليمين ثلاث كشافات، ومقاس الكشاف طبعا 60 في 60 اهوت، الكشاف الاولاني والثاني والثالث. وبعد كده هندخل في الغرفه اللي بعدها عشان نكمل اللينيا، ثلاث كشافات كمان وثلاثه كمان بالمفتاح بتاعهم زي ما انتم شايفين كده. تمام، يبقى ديت اللينيا او الدايره رقم 3 بتاع الاناره على لوحه الدي بي داش بي 1 ديت لما اجي اقرا المخطط. طيب الدايره رقم 4 موجوده فين؟ تعال اما نبص كده اهو، دايره رقم 4 اهي. لو مشينا في الطرقه دي كده هندخل من الباب ده وبعدين هنروح اهي اللينيا اهي، سيركت 4 2 دي بي داش بي 1، عندك ادي كشاف 2 3 4 والمفتاح بتاعهم اللي مشغلهم هنا اهوت يا جماعه، والمفتاح هنا اهو. يبقى كده الاربع دوائر اللي موجودين على اللوحه ديت انا كده قريتهم صح وعرفت اماكنهم. طيب عندي على لوحه الاي دي بي عندي 9 دوائر، لوحه اليو دي بي ما عليهاش دوائر اناره خالص، ما عليهاش الا برايز بس. تمام، يبقى الاي دي بي عليها 9 دوائر. طيب اروح اقراهم ازاي؟ اهوت اول دايره اهيت يا جماعه، خلي بالك سيركت 1 2 اي دي بي داش بي 1 اهي، وهتلاقي مميزه بالنقط او الخطوط اللي هي المقطعه دي اهو، كشاف الاولاني والتاني، وده طبعا المفتاح اللي بينور الكشافين دول في الغرفه ديت، وبعدين اللينيا مربوطه مع كشافين في الغرفه اللي جنبها زي ما انت شايف كده، والمفتاح اللي بينورهم اهو. يبقى ديت السيركت رقم 1 او الدايره رقم 1. نشوف الدايره رقم 2، تعالوا كده دايره رقم 2 لو جينا نبص كده يا جماعه نمشي اهي، الدايره رقم 2 لو مشينا في الطرقه دي كده اهو، وبعدين دخلنا الغرفه ديت وجينا هنا البدايه بتاعتها من هنا اهو، سيركت 2 2 اي دي بي داش بي 1 اهو، 1 2 3 وادي المفتاح اللي هينور الثلاثه دول، وبعد كده في اماكن هنا في جدار اهوت مبني، وفي كشافين هنا كمان اهو تبع اللينيا بمفتاح برضو هنا في المكان ده بندخل لهم من هنا كده. تمام، وبننور من المفتاح ده اهوت، جميل. وبعد كده اللينيا مكمله في الغرفه اللي جنبها اللي المفروض تيجي تدخلها من الباب ده اهو، في كشافين كمان اهوت والمفتاح بتاعهم على شمال الباب وانت داخل. تمام كده، وعلى شمالك وانت داخل كشافين اهوت، ويبقى ديت السيركت رقم 2 او الدايره رقم 2 في الاناره. طيب لو جينا نمشي في الطرقه كده من بره ونيجي ندخل الحمامات ديت، هنلاقي في حاجه كمان اللي هي دايره الاناره رقم 3 على لوحه الطوارئ، سيركت 3 2 اي دي بي داش بي 1 اهيت، عباره عن سبوتات كده راكبه، وطبعا الحمام اهو القعده موجوده اهيت مرسومه اهيت، ودي الاناره بتاعه السبوتات برده، مفتاح هنا ومفتاح هنا، حمامين طبعا واحد للميل واحد للفيميل او الرجالي والحريمي زي ما انتم شايفين، وديت دايره الاناره رقم 3 اللي موجوده على لوحه الطوارئ. طيب بعد كده هنروح للدايره رقم 4، فين الدايره رقم 4؟ هنلاقيها في الطرقه هنا هي يا جماعه اهي، سيركت 4 2 اي دي بي داش بي 1 اهيت، اربع كشافات 1 2 3 4، وكمان مربوط معاهم الاكزيت، الكشاف بتاع الاكزيت عشان ده سلم للخروج، السلم اللي موجود تحت ده، السلم ده بيطلعك من المكان ده على بره، ففي كشاف هنا بيبقى مكتوب بينور كده كلمه اكزيت، فمربوط مع الكشافات بتاع الطرقه، وديت تبقى الدايره رقم 4. طيب الدايره رقم 5 موجوده فين؟ الدايره رقم 5 موجوده فين؟ اهي تعالى بص بدايتها فين؟ لو جينا من الطرقه كده من بره اهوت، دخلنا في الغرفه دي هتلاقي الدايره رقم 5 اهي، سيركت 5 2 اي دي بي داش بي 1، والكشافات بتاعتها اهي 1 2 3 4 5 6، وديت ده ايه؟ الدايره رقم 5 والمفتاح اهوت اللي بينور الكشافات ديت كلها. طيب الدايره رقم 6 فين بقى؟ الدايره رقم 6 اهي، اهي الدايره رقم 6 اهي، لو جينا نمشي في الطرقه دي كده وبعدين دخلنا من الباب ده وبعدين عدينا ودخلنا من الباب ده كده ودخلنا جوه، هتلاقي فيه كشاف وكشاف والكشاف التاني، وطبعا ده المفتاح بتاعهم، بعد كده نفس اللينيا مربوطه على كشافات في البامبس روم او غرفه الطلمبات، في عندك ثلاث كشافات، كشاف اللي هو المتر 20 او ال 120 سنتي،
طبعا الكشاف ده قلنا 60 في 60، لكن ده 20 متر، وزوجي زي ما انتم شايفين كل كشاف فيه لمبتين، تمام. والكشافات التلاتة هم مربوطين مع بعض، وادي المفتاح اللي بينورهم. وفي كشافين كمان في غرفة طلمبات تانية، ديت طلمبات بتاع الصرف وديت طلمبات المية، مربوطين برضو بكشافين مع كشافين على نفس الدائرة رقم 6، وادي المفتاح اللي بينوره. يبقى كده الدائرة رقم 6. طيب دائرة رقم 7 فين؟ دائرة رقم 7 بتاع الـ EDB اهي، سيركت 7 تو EDB-B1، زي ما انتم شايفين كشاف 2 3 4، طبعا الثلاث كشافات دول على مفتاح واحد لانهم في غرفه لوحدهم، والكشاف ده هو على في غرفه لوحده، فالمفتاح بتاعه اهو. وطبعا هنكمل نفس اللينيا، هندخل في غرفه ثانيه هنلاقي فيه كشاف في مكان ثاني اهوت، وادي المفتاح بتاعه، بس هنا مش مربوط، يعني هو المفروض المفتاح ده اهوت اللي ينور الكشاف ده كده، وديت تبقى الدايره رقم 7. طيب الدايره رقم 8 فين؟ دايره رقم 8، دايرة رقم 8 اهي، لو جينا ندخل كده بالطرقة ديت ودخلنا في الغرفة ديت، اول كشافة على اللينيا اللي هتروح للوحة الـ EDB رقم 8 سيركت 8 تو EDB-B1، الكشاف الاولاني والكشاف دوت هينور من المفتاح ده، وبعد كده اللينيا تكمل، ادي كشاف بالمفتاح، كشاف بالمفتاح، كشاف 2 3 4 على المفتاح ده، وكده تبقى ديت السيركت رقم 8 او الدايره رقم 8. طيب الدايره رقم 9 فين؟ اهي اللي موجوده في الطرقه دي كده، اللي ماسكه الطرقه دي كلها اهي، اهو كشاف. بنخلي بالنا هنا ان الكشافات اللي في الطرقه ديت والطرقه دي مربوطين برضو مع الاكزت اللي موجود على الباب ده، عشان ده خروج برضو، والاكزت اللي موجود هنا ده برضو على كشاف بيبقى ليه الاكزت، والدايره مكمله اهيت، والاكزت بتاع الباب ده كمان، وتبقى ديت اللينيا رقم 9 او الدايره رقم 9 اللي هتدخل على الـ EDB. وبكده يبقى قرينا كل دوائر الاناره اللي موجوده على لوحه الـ DB اللوحه الرئيسيه ولوحه الطوارئ اللي هي الـ EDB بكل سهوله زي ما شفنا مع بعض، بحيث تبقى فاهم قرايه اللوحات دي بشكل كويس جدا. في النهايه ما تنساش الاعجاب ومشاركه الفيديو، ولو اول مره تتفرج عليا في القناه اشترك في القناه والضغط على زر الاشتراك اللي موجود أسفل الفيديو ده، ولو ليك أي تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.